تبغيني اقول ليش شلون تسيطرين على حياتك وكيف تتحكمين فيها، او احكي ليش انا كيف سيطرت على حياتي وكيف تحكمت فيها، او اقول ليش انه انا ما اتذكر انه انا فعلا احكمت كذا القبضة على حياتي وحسيت انه انا فعلا مسيطرة عليها الا في اللحظة اللي انا بديت فيها اتقرب من الله. في هذاك الوقت كل شيء تغير والله العظيم، وحتى انتي لما راح تتقربين من رب العالمين كل شيء راح يتغير في حياتك، وراح تنبهرين من نفسك، وراح تقولين شلون انا امتلك كمية التوكل هذه على رب العالمين. ترى التوكل هذا يخليك تحسين بالطمأنينة، شعور الطمأنينة هذا، ركزي، شعور الطمأنينة هذا هو الشيء اللي راح يخليش كل يوم، راح يدفعش كل يوم ان انت تتقربين من الله اكثر. اليوم انا سعيدة ومبسوطة، مبسوطة اكثر من اي سنة مرت في حياتي ومن اي وقت مضى في حياتي. مو عشان انا حققت انجازات، والله مو عشان حققت انجازات، لانه علاقتي مع رب العالمين اختلفت فاعطاني الرضا. انا من قبل حققت انجازات اكبر من اللي حققتها اليوم وخسرتها، وراحت ادراج الدواليب، ادراج الرياح. بس هذيك الانجازات في هذاك الوقت ما كانت علاقتي مع الله زي علاقتي معه اليوم. عشان كذا اعتقد انه هذا السبب اللي يخليني احس بالسعاده والشعور اللي انا احسه اليوم. ولسه عندي جوانب كثير في حياتي احاول انه انا مو اسيطر عليها، احاول انه اقدر احتويها، زي انه انا اتحكم في غضبي. بس اللي ابغى اقوله الشيء الان انه انت اتوكلي كذا على رب العالمين وقربي منه، الله العظيم راح تنبهرين، راح تدهشين من النتيجه، وراح تقولين قالت لي سماح.